أشاد محافظ تعز شوقي أحمد هايل بالدور الوطني والرائد الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني والتنموي. جاء ذلك خلال اختتام أعمال اللقاء التشاوري الموسع لقيادات الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية. اللقاء الذي اختتم اليوم أعماله بتعز تحت شعار دور الغرف التجارية في الدولة الاتحادية في ظل الأقاليم، أشار فيه المحافظ إلى ضرورة خلق شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والدولة وتشجيع الاستثمارات والتركيز على المنشآت الصغيرة والأصغر، موضحا أن السلطة المحلية قطعت شوطا كبيرا في مشروع الشراكة المجتمعية الهادف إلى تنمية قدرات الشباب وتوفير فرص العمل ومحاربة الفقر والبطالة. وأكد شوقي أن مستقبل اليمن لا يمكن أن ينهض إلا في ظل الأقاليم، لافتا إلى أن المركزية المفرطة عاقت مسيرة التنمية والتطور في اليمن.